والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ربنا عز وجل رحيم بالخلق، رحيم بالكائنات، أمدهم من النعم ما لا يحصى عددا. ربي سبحانه خلق الخلق، خلق الكائنات، وأعطى لهم من النعم ما لا يدرك. ربي قال في القرآن: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعمة الوحدة ما نقدروش نعطيو قيمتها أبدا. لماذا؟ لأن النعمة هي هبة الله، ماهوش من اجتهاد البشر، ما كاينش منا اللي اجتهد، كان شاطر، خلق لنفسه زوج عيون باش يشوف، ولا الرجلين اللي وصلوه للجامع، ولا العقل الذي يفكر، ولا الأيدي التي تعمل، ولا هذه الوجوه التي ترى وتبصر وتسمع، كلها نعم. نعمة الهواء الأكسجين، ومع هذا الوباء كلنا أدركنا نعمة نتاع الهواء هذه. ربما قبل كورونا عادي، هي نعمة مألوفة، والنعم المألوفة عادة تنسى، خاطر كاين النعم جديدة. هذيك كل ما تجيك نعمة تحمد ربي. مثلا تاجر يدير مشروع استثماري ونجح، الحمد لله درت مشروع ونجحت. فلاح دار مشروع فلاحي وربي أعطى الخير والبركة، يفرح. وكاين كل النعم، ولكن كاين النعم المألوفة، وهنا نمتحن. لذلك ربي قال: وقليل من عبادي الشكور. ما معنى النعم المألوفة؟ والفناها كيما رانا كامل، هاو جينا الجامع على رجلينا. نعمة الرجلين نعمة كبيرة بزاف. شكون يعرف قيمتها؟ اللي ما عندوش الرجلين، اللي يمشي في الكرسي المتحرك هذا كيعرف قيمة النعمة هذه. مادام حنايا عادي تنوض تتحرك، وما كانش هناك عائق، عادي. هي ماشي عادي، علاش النبي عليه الصلاة والسلام كل صباح يعلمنا كي نوضوا نقولوا: الحمد لله الذي رد علي روحي، والروح هي الغالية. الدليل كي تروح الروح ندفنوه، يكون واحد عزيز علينا. مادام الروح مع الجسد، الروح داخل الجسد، كي تروح الروح نقولوا له: انت ثاني روح، نديوه نديروه في تراب ندفنوه. لذلك باش ما ننساوش، خاطر ممكن واحد يرقد وما ينوضش من نومه صغيره النومه الكبيره. ولكن بعث صلى الله عليه وسلم علمنا الادب مع الله، وعلمنا كيف نكون من الشاكرين. يقول في الحديث في الدعاء: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي. العافية العينين يشوفوا، الرجلين يمشيوا، اليدين يخدموا، القلب يخدم، جهاز التنفس. اللي بغى يعرف معنى التنفس يسمع اللي مرض كورونا، أو كي يبحث يحوس ذرك الآن وأنا أحدثكم راح لي الصوت، راح الصوت والله، غير نعمة راحت. ومع الحمد لله على كل النعم، خطر كل نعمة تسلب لازم الحمد ربي. لا ننظر إلى النعمة المسلوبة، بل ننظر إلى ما بقي من نعم لنكون من الشاكرين. تلقى واحد
في نعم كبيرة. كلش نهار يصاب مصيبة صغيرة يكبرها. لا لا لا، أحمد ربي في كل، الحمد لله على كل حال. لذلك يا إخواني اسمحوا لي، حديثنا الحديث عن النعم هو تذكير. ربي قال في سورة الذاريات الآية 55: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام كيقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي، العافية لهنا. زيد وأذن لي بذكره. شوف الأدب النبوي، حتى الذكر بإذن الله، خطر ممكن نكونوا من الغافلين، كل شيء بإذن الله. لذلك ربي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال وسيجزي الله الشاكرين. ربي يعطينا النعم كي نحمدوا ربي، أولا يحافظ على النعم، ثانيا يزيد لئن شكرتم لأزيدنكم وسيجزي الله الشاكرين. قال وقليل من عبادي الشكور، يعني هنا الامتحان، وكلنا مختبرون. واقتضت حكمة الله أن نقرأ في أول المصحف الشريف سورة الفاتحة التي تبدأ بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وأهل الجنة ربي جعلنا منهم في أواخر سورة الزمر الآية 73 74 75 الآيات الأخيرة، كي يدخلوا أهل الجنة الجنة. ربي أعطانا هذا الوصف، هذا المشهد الجميل الجليل. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. كما راكم تعبدوا ربي في الدنيا جماعات جماعات، كما راكم تعبدوا ربي في الدنيا تتعاونوا، خاطر التعاون على الطاعة مطلوب. واحد باش يدير الخير ما يقدرش وحده. هذا المسجد المبارك، هذا المسجد الله يبارك، يعني ربي يجازيكم خير الجزاء. كل من أنفق ولو برأيه، خاطر واحد يعطي الرأي مليح وهذا إنفاق. كاين عنده الرأي المتنبي الله يرحمه يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو الأول وهي في المحل الثاني. اللي ينفق برأيه يعطي رأي مليح، اللي عنده العرق يعرق في الجامع، اللي عنده المواد البناء، اللي عنده دراهم. بالمناسبة كلكم محسنون غير ربي اللي يجازيكم. أسأل الله أن يبارك في إيمانكم وفي تقواكم وفي يقينكم وفي صحتكم وفي أولادكم وفي أهلكم وفي أعماركم. ربي هو اللي قال في سورة الحديد الآية السابعة، قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ماذا نفهم؟ معنى ربي راه يقولنا هذوك الأموال أو ماشي تاعكم، أنتم مستخلفون، أنتم مستأمنون، أنتم مفوضون. إذن في لغة الشريعة نقول لك ملكية الإنسان للمال، هل هي ملكية مطلقة؟ تقول لا لا، بدليل أنه يجي نهار تموت، اللي عنده حاجة كيموت يخليها الآخرين. يقول لك الأرض تبدل مالين، ثمورت تبدي لي مولان. قطعة أرض كسبها واحد في 1920 بعد 20 سنة راحت لواحد آخر، هذا لهذا حتى نجي مولاها ربي. إذن ملكية الإنسان للمال مهما كانت أنواعه مهما كان نوعه ليست ملكية مطلقة، بل هي ملكية تفويض وإنابة واستخلاف. هذا هو الجواب. لذلك ربي قال وأنفقوا، وهذه أصل النعمة ومن صور شكر الله الإنفاق. تقول يا ربي أعطيتني نعطي، ربي فكا غي مسن في الديضة غي فسن، هكذا يقولون الناس بكري. ربي أعطيني الأرزاق ماشي نمدو هاو. ربي سبحانه قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هذه الآية السابعة من سورة الحديد.
زيد ثلث الآيات تلقى الآية العاشرة ربي قال ولله ميراث السماوات والأرض. هذا الإنسان ينسى يقول أنا لا لا ربي هو اللي يورث كلش، يورث المصانع اللوزينات والديار والعمارات والتراب والشجر كل شيء. بعد ثلث آيات الآية السابعة تقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الآية العاشرة تقول ولله ميراث السماوات والأرض. نرجع في الختام إلى قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، كانوا يتعاونوا على الخير وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ورش وفتحت أبوابها حفص وفتحت أبوابها، تصور هذا المشهد أبواب الجنة مفتوحة، يقول مرحبا بكم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. مبروك عليكم، دخلوا الجنة وتبداوا حياة الخلود، ما توليوش للدنيا مرة أخرى، خاطر لو كان نوليو بالك نخسروا نخافوا كاع. لو كان الملائكة يقول مبروك عليكم الجنة 100 سنة، ولكن بعد 100 سنة توليوا للدنيا، نوليو نخموم واش نخممو نهار اللي نوليو للدنيا. النعيم لا يكتمل، ولكن أهل الجنة كي يسمعوا خالدين معناه لا في إترنال، الحياة الأبدية. واش يقولوا الكلمة هذه نقولها درك، الحمد لله الذي صدقنا وعده، ربي وفى بالعهد نتاعو، إن الله لا يخلف الميعاد. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء تفضلا من الله، قال فنعم أجر العاملين. العرق نتاعكم الخدمة نتاعكم ما راحتش، كولي ونين زرعتي غلث. الآية اللي تقرأوها كامل في سورة الكهف الآية 110، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، لقاء ربه يرجو فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بعدين آخر آية في سورة الزمر وترى الملائكة، أتصوروا هذا المشهد الجميل، الناس دخلوا الجنة الله يبارك الأتقياء المؤمنين، وزيد مشهد الملائكة وترى ماشي تسمع شوف، وترى الملائكة حافين من حول العرش، واش يدعو الملائكة يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أيضا الصورة ختمت بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وخاتمتنا الحمد لله رب العالمين.